كلام محترم جدا، وزي ما كنت بقول بقى ونخش في الموضوع على طول، عايزين نتكلم طبعا عن الاهلي والانجازات اللي هو محققها حتى هذه اللحظه، واللي احنا ما بنوقفش عندها قوي، لان انت برضو عندك مباراه مهمه جدا، عندك الاهلي وبيراميدز. واهلي وبيراميدز بقى مؤخرا يا كريم برضو ليه طابع مختلف، يعني ما كناش نسمع عن ده في المواسم اللي فاتت، لكن بيراميدز فعلا محقق هذا الموسم انجاز كبير جدا، ويمكن لاول مره انت بتتكلم التاني في ترتيب كمان جدول الدوري، لا في انجاز حاصل. صحيح. انا بحب جدا الانديه حتى وان كانت انديه حديثه او مستحدثة، ولكن اللي هي بتشتغل على نفسها وبتبدأ ان هي تطور كمان من ترتيبها وغيره، وده يمكن حاصل في بيراميدز، وده بالمناسبة يفيدنا احنا كنادي اهلي. انت في الاول وفي الاخر عايز طبعا دوري قوي، عايز دوري طبعا فيه تنافسية شديدة، وان كان في الاخر انت كده كده بتبقى ضامن بنسبة اكبر، يعني الحمد لله حصولك على البطولة، وده اللي الكلام والتاريخ بيقوله، مش رأينا احنا الشخصي، لكن حلو ان انت تلاقي برضو اندية مختلفة بتتطور وغيره، ومنها يمكن كمان سيراميكا اللي هنتكلم عليه في خبر صحيح. طبعا، و المباراة بالأمس، يعني في أداء كويس جدا، في تنافسية في الدوري، في كمان شغل من باتشيكو طبعا المدير الفني لبيراميدز. أنت عارف بيراميدز والأهلي تقريبا 13 مواجهة ما بينهم وما بين الأهلي، إحنا فزنا في 6 ماتشات على بيراميدز، تعادلنا في 3، يعني أعتقد برضو أرقامنا فيها طبعا فوارق كبيرة جدا، لكن في الأول وفي الآخر برضو نادي مقدم شيء محترم جدا كمان مع باتشيكو، بس علاقتنا باتشيكو برضو هو أكيد حضراتكم كلها يعني كلكم عارفينها، الاهلي متفوق بنسبه كبيره جدا، الناس كانت حتى بتقول لك باتشيكو وشه حلو على الاهلي يعني لما كان بيدرب انديه اخرى قبل كده، بس مالناش دعوه بالكلام ده خالص، احنا لينا دعوه بنفسنا بان شاء الله المباراه القادمه باذن الله تكون مباراه قويه جدا او فيها تنافسيه في الملعب، لكن اكيد تكلل بالفوز للنادي الاهلي. ان شاء الله. والحقيقه زي ما انت بتقولي كده يا هواند، هو فكره مش بس ان منسوبي النادي الاهلي او محبي وعشاق النادي الاهلي، المفروض ان الناس اللي بتحب كره القدم عموما، الناس اللي بتتابع الدوري المصري بشكل عام، يهمها ان كل الفرق تكون اقوى من بعض. وبالمناسبه النادي الاهلي كده ومن قديم الازل، فكره ان انت تبقى القطب الاوحد في منظومه او في دوري او في بطوله ما، اكيد دي حاجه ما تسعدش حتى جماهير النادي الاهلي. بنحب نستمتع باداء النادي الاهلي اللي بنشوف فيه بنحب تفوق الفوز على بايه؟ طبعا يعني فاهمه، يعني فكره ان تبقى الدوري مشتعل وفعالياته قويه ومنافسات حاضره بقوه، دي في مصلحتنا كلنا، ونتمنى ان شاء الله ان ده يحصل يعني ابتداء حتى من الموسم القادم على طول. عايزين كمان نتكلم مع حضراتكم عن حاجتين نقف عندهم كده. تعالوا نقف اولا عند فوز كهربا بجائزه افضل لاعب في الجوله 33 من الدوري، طبعا دي الجائزه اللي اعلنتها رابطه الانديه المصريه المحترفه. اختيار كهربا جاء من خلال الجماهير، وجاء بعد منافسه قويه مع احمد سيد زيزو لاعب طبعا الزمالك، وصلاح محسن مهاجم سيراميكا، واللاعب الغاني ياو انور مهاجم فريق الاسماعيلي.